الغابة مع نهى سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله. معايا أنا نهى سعدي من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر، بنكون مع بعض في ساعة مفيدة إن شاء الله الجميع يستفيد منها من باب وقاية ومن باب معرفة وعلم وعلاج كمان بإذن واحد أحد. معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظامه آي أو إس، ادخل على متجر أبل أو أب ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم. معك جهاز نظام أندرويد، ادخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم، سناب شات على ألف ألف أف أم لايف. حب يعني تسمع الحلقة كاملة، حب تحتفظ فيها اللي انت تبغاه، هتكون الحلقة بإذن الله موجودة كاملة على قناة اليوتيوب، على عفوا منصة اليوتيوب، على قناة ألف ألف أف أم. من الموضوع قلت لكم احنا اليوم حيكون معانا وقدمت لكم مين، دكتور اشرف القاضي استشاري جراحة العظام، وقلت لكم انه حنتكلم في موضوع جدا شيق، اخطاء بتسبب مشاكل عضلية وعظمية للاشخاص، واحنا ما نعرف انه هذا الخطأ على المدى الطويل على المدى القصير، حركة معينة، اشياء مرة كثير حنتعلمها وحنعرفها اليوم. لكن اول حاجة بس عشان وحشنا دكتور اشرف، كيف حالك دكتور؟ كيفك؟ ازيك استاذ نهى، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين إن شاء الله دائما يا رب. الله يكرمك الله يكرمك. دكتور أشرف، يعني صراحة أنت من أرهب الناس اللي تكلموا في هذه المواضيع، لأن الفكرة بتوصل مباشرة واضحة صريحة على طول كده من قلب الحدث ممكن تكون، وبتكون يعني مريحة كمان في نفس الوقت. من الأشياء اللي احنا نقول دائما نفتي البعض فيها، هذا بسبب جلستك، هذا بسبب كذا، هذا بسبب كذا. الناس ممكن يعملوا نفس الحركة لكن تطوق عظمة عند أحد وأحد لا، أو تنكسر عظمة عند أحد. أتوقع طبعا أنه أكيد هذا راجع لمثلا سماكة العظام، الأمور هذه كلها. بس خلينا نبدأ باللي خلاك تختار ده الموضوع دكتور، إلا وفي حاجة معينة كده تبغى تبدأ بيها. بالضبط. أنا بحترم ذكائك جدا، هو فعلا الحلقات اللي قبل كده كانت كلها بتبقى مليانة وفيها معلومات علمية تقيلة، وكنت بنحاول نرهق الناس معانا، بس بنوصل لرجل الشارع عشان الثقافة الطبية تبقى سهلة بالنسبة لي. حبيت أعمل الحلقة دي عشان تبقى لايت، تبقى خفيفة، ويبقى حاجات شائعة ما بيننا كلها، وإن رجل الشارع نفسه يحاول يتجنب الحاجات والعادات الخاطئة اللي ممكن تؤدي لإصابات عضلية وعظمية، وإزاي نقدر نعالجها لو هي بسيطة قبل ما نروح لدكتور، أو نتعامل معها إزاي في البيت بدون ما نزود أو نفاقم الإصابات دي. أولا بعيد عن الإصابات، أنا عايز أتكلم عن، طبعا الحلقة هتبقى على حاجات بتحصل لنا كلنا بالاستثناء، سواء كان الجلسة الخاطئة، النوم الخاطئ، ترقعة الفقرات والمفاصل، إزاي أتعامل مع كسور في البيت، التدليك ينفع ولا ما ينفعش، استخدام الأدوية من نفسي استخدمها ولا ما استخدمهاش، كل دي احنا بيمر علينا المراحل دي وبنقع في أخطاء المفروض نصلحها على أساس تبقى ثقافة طبية صحيحة. صح. بنبدأ الموضوع بتكوين العمود الفقري، لأنه هو أساس كل أو معظم، أنا بتكلم من وجهة نظر العظام وجراحة العظام، الألمات، الحاجات الطريقة الخاطئة للتعامل مع العمود الفقري بتؤدي لألم. العمود الفقري هيدخلنا في ألم رقبة وألم ظهر وألم العصعص، وبيخش معاهم كمان عشان نبقى كملنا موضوع العظام اللي هي الركبة والكتف. قبل ما أتكلم عن الأوضاع الخاطئة عايز أقول إيه هو العمود الفقري وتكوينه عامل إزاي. العمود الفقري ده العظام بتاعة الظهر اللي بيقوم عليها معظم الهيكل العظمي بتاعنا، ده عبارة عن 33 فقرة. 33 فقرة متقسمة في 5 أجزاء، 7 فقرات في العنق، 12 في الصدر، 5 في المنطقة القطنية اللي هي خلف البطن، و5 في المنطقة العجزية، و4 في العصعص. المنطقة العجزية دي قبل المراهقة بتبقى هم 5
فقرات بيحصل لهم تلاصق مع بعض وبتبقى كأنها عظمة واحدة، بتبقى عجزية واحدة ما بعد سن المراهقة. بالنسبة للعصعص، وده آخر العمود الفقري، وده بيبقى موجود بعد القناة بتاعة العمود الفقري، وهم أربعة صغيرين قوي متصلين ببعض، وده أهميته في إن هو بيطلع ألم مرة شديدة. ودي أحد الأعداد الخاطئة اللي هو بيقعد وبنسميه منقطع لورا بدون ما يبقى زاوية 90 درجة، فبيبقى جلسته الأساسية بتبقى على العصعص. حاجة تانية إنه لو طاح أو وقع من على سلم، بالذات لما بينزل على المقاعدة، دي أول العظمات اللي بتقابله وبيبتدي يحصل فيها كسر. الجلوس لفترات طويلة من ضمن الأماكن المهمة اللي بيحصل فيها التهاب هي منطقة العصعص. وليه بقى؟ بالرغم من إنه حاجة بسيطة، إنما بيعمل ألم مبرحة وبتطول وبتقعد فترات طويلة قوي. ده بالنسبة للعمود الفقري عشان نبقوا متخيلين القصة. حاجة تانية اللي يهمنا في العمود الفقري، الانحناءات بتاعته. العمود الفقري ربنا خلقه فيه انحناءات، فيها نوع من التوازن. انحناءات للخارج، يعني لو أنا ببص من قدام يبقى على قدام، وانحناءات للداخل يبقى الورا. في اتنين لقدام واتنين لورا. اللي هم الانحناءات اللي هي الأمامية بتبقى في الفقرات بتاعة الفقرات العنقية وفي الفقرات القطنية، أما في الصدرية والعجزية فبتبقى بالعكس. التجانس في الانحناء بتاع العمود الفقري ده بيدي نوع من القوام الصحيح. لما أجي أتكلم أقول يعني إيه قوام صحيح، أقول إن عمود فقري الانحناءات بتاعته مناسبة وفي وضعها، وبيكون المرء نفسه مسيطر على عضلاته، ما بتبقى فيها نوع من الانقباض. لما بيبقى واقف أو جالس العضلات مش مرتخية، هي فيها نوع من التون، فيها نوع من الانقباض الخفيف اللي بتحكم العمود الفقري وما حوله من المفاصل عشان تديله اتزان في الثبات للوقوف أو للحركة. ده عموما لما اجي بتكلم على ازاي التجانس اللي موجود في العمود الفقري وايه اللي بيخلي التجانس بتاعه ده ثابت. اول اوضاع خاطئة هتكلم عنها، ودي حاجة مهمة قوي، الجلوس. طبعا بعد الثورة الاجتماعية ومعظم الاعمال يعني احنا يا واقفين يا جالسين يا نايمين دكتور. بالضبط، الله ينور عليك، وهو ده اللي انا فكرت فيه. فاحنا لما بنتكلم على الجلوس دلوقتي بقت كل حاجة بالنسبة لنا واحنا جالسين على طاولة. طبعا موضوع الانترنت والعمل عن طريق الانترنت والموضوع كله بقى اونلاين، فبقت الجلسة، ودي اهم حاجة، ان الجلسة لفترات طويلة بتؤدي لتراخية في العضلات وترهل، وده بيبدأ بألام في الرقبة وألام أسفل الظهر، وبعدين كمان ترخي في الأرداف وتعب للجزء السفلي بتاع الجسم. طيب دكتور أشرف، معلش حنوقف هنا شوية بس وحنكمل في أول وضعية اللي هي الجلوس اللي ممكن يكون كثير من يومنا إحنا بنكون في هذه الوضعية. بعد الفاصل دكتور أشرف القاضي، استشاري جراحة العظام، أوضاع وجلسات وتصرفات خلينا نقول خاطئة بتؤدي لمشاكل عضلية وعظمية. وعندنا وقت نصحح إن شاء الله. فاصل، خليكم على السماء. مكملين معاكم، استفساراتكم أسئلتكم على 012-616-1100 وبرسالة على 055-66-89-900. دكتور أشرف القاضي معانا، وبنتكلم عن عادات وحاجات كده خاطئة خلينا نقول إحنا بنسويها بتأثر على العظام والعضلات في أجسامنا وإحنا ما نعرف. وبدأنا يمكن العادة الأكثر استهلاكاً، الجلوس، بالنسبة لي، مش عارفة دكتور أشرف. أيوه، هو إحنا قلنا الجلوس، والجلوس لفترات طويلة وبيعمل إيه. خلينا نقول إيه هو مخاطر الجلوس للفترات الطويلة دي. اولا بدءا من ان الجلسه لفتره طويله دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل دي في تي او ديب فين ترومبوزس، اللي هو تجلط في الاورده بتاعه الرجول ومن عند الساق وخلف الركبه. ده نتيجه ان الدم اصلا ما بيبقاش بيتحرك كما ينبغي في الاورده العميقه نتيجه للجلسه الطويله. خليني قبل ما اعدي الحته دي، قبل ما نعدي الحته دي ناخد بس اتصال. يلا الو.
ألو مساء الخير عليكم، أنا فاموسة من صبية وفي عندي سؤال للدكتور. هلا يا وفا. إيه سؤالي هو إيش تأثير حمل الأشياء الثقيلة مثل الكنبات سحب الدواليب على عظام الصدر أو الصغر؟ أي حنوصل هناك، حنوصل هناك وفا والله كان في بالي نفس السؤال، بس خلينا نكمل الآن في ال يلا. فقلنا الديب فين ترومبوزس أو الجلطات العميقة بتاعة الساقين وخلف الركبة من القعدة لفترات طويلة بدون تحريك الركبة. فقبل ما عدي منها هقول إزاي نحاول إن احنا نتجنب الحتة دي. إن احنا دايما وانت جالس تحاول تحرك رجلك حركة دائرية، ما تبقاش ثابتة رجلك على طول، ونشرب مية كتير، أقل حاجة 2 لتر مية في اليوم عشان نقلل من لزوجة الدم ونتجنب حدوث الجلطات دي في الرجوع. برضو المخاطر بتاعة الجلوس لفترات طويلة، عندنا ضعف في القدمين وعضلات الأرداف، عندنا زيادة في الوزن لأن الحركة بتساعد على حرق الدهون طبعا. والضرر اللي بيجي للرقبة وألام الرقبة وألام أسفل الظهر، وفي حاجات زي الأرق والاكتئاب، ودي الدراسات الحديثة وجدوا أن الإصابة بالاكتئاب والأرق دي بتبقى أكتر مع الأشخاص اللي بيميلوا أن يجلسوا لفترات طويلة في اليوم. وأن أمراض القلب 64% منها بيبقى للناس اللي بتقعد قدام التلفزيون لأكتر من 23 ساعة أسبوعين. يعني التأثير كمان مو على المنطقة أو العضو مباشرة، ممكن يكون على الجسم. دكتور أشرف هناخذ اتصال بس بعد إذنك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك استاذنا؟ هلا يا وائل، تفضل. كيف حالك دكتور؟ طيبين جدا الحمد لله. الله يسلمك، سؤالك يا وائل على طول. الله يسلمك، الله يحفظكم يا رب. منيكم والله شكرا على الاضافه هذه، مره شكرا. انا عندي سؤال، بس عندي عندي الفقره الرابعه والخامسه، عندي انزلاق غضروفي يعني قبل تقريبا اشكر من 13 دولاب ثقيل، وقبل الفقرة الرابعة والخامسة. أوكي. انزلاق غضروفي في الفقرة الرابعة والخامسة في الرقبة. أيوه. قاعد تفكر كده أسوي العلاج الطبيعي وفي السفنجة هذي، بعدين جاي نشد العضلات اللي هو في الرقبة، فكنت أسمي الإبر بوتوكس اللي هي تخف الشد زي كده. بسأل الدكتور استاذ نوح الله يحفظك. دكتور اشرف عندك سؤال للمتصل؟ سنه قد ايه وعنده سكر ولا ضغط، والحاجه الثالثه بتحكم في البول والبراز ولا لا؟ وائل عندي ضغط. سمعني؟ سكر او ضغط وسنك واذا كان عندي. تحكمك صحيح في التبول او في البراز؟ عندي ضغط. ضغط عندك ضغط؟ سلام. ايوه عندك ضغط، انما انت ما فيش رجلك من تحت ما فيهاش ضعف، يعني ما عندكش سقوط في القدم تتحكم في البول والبراز. أفهم مستمع. ايوه وائل معلش الاتصال ما اعرف. خلينا انا هرد له بكافي عشان يرتاح. طبعا الغضروف اللي ما بين الرابعة والخامسة او ما بين الخامسة والعجزية الاولى، ده من ضمن الغضاريف اللي بتعمل آلام عرق النفع. ألم عرق النسا يا إما الناحية اليمين أو اليسار، هو ضغط الغضروف على القناة بتاعة العمود الفقري بتضيق القناة دي وتضغط على العصب. الألم بيسموه العصب الوركي أو عصب عرق النسا، وده بيعمل ألم من خلف الأرداف وبينزل لغاية القدم من تحت، وساعات بيبقى معاها تنميل. السؤال هنا، ده بيبقى محتاج تدخل جراحي ولا مش محتاج تدخل جراحي؟ هي الأسئلة اللي أنا سألتها لك. لو هو ما عندوش سقوط في القدم وتحكمه في البول والبراز كويس، يبقى اتجاهنا هو اتجاه تحفزي مش اتجاه علاجي، وفي طرق كتيرة للعلاج التحفزي وبتنتهي بالعلاج الطبيعي. لو عنده سقوط في القدم أو عنده عدم تحكم، يبقى ده نمرة واحد لازم يخش يعمل جراحة ويشيل الغضروف. جميل. بالنسبة للسؤال اللي أي. طيب بالنسبة لنا احنا تكملة قلنا الجلوس، وبعد كده قلنا المخاطر اللي بتيجي من الجلوس لفترات طويلة. طب عمال تتكلم في الحتة دي، طب يعني ايه اجلس كويس؟ يعني ايه الجلسة تبقى كويسة وما فيهاش اضرار بالنسبة لي؟ الجلسة الصحيحة ان انا ابقى اولا الكرسي او الاريكة اللي انا جالس عليها ما تبقاش فيها زيادة ليونة، يعني ما تبقاش طرية خالص، بتبقى سيمي سوليد، يعني ما تبقاش ولا هي ناشفة ولا هي طرية خالص، مناسبة.
الجلسة لازم أدمي تبقى مرتاحة على الأرض. طبعا في كافيهات وحاجات كده بتبقى الكرسي عالي يبقى اللي قاعد رجله مش طايل الأرض. وده من الحاجات اللي بتعمل ضغط على الفقرة. قصة حياتي فهو اللي يجلس يبقى جالس رجله منبسطة ومرتاحة على الأرض، يبقى دي نمرة 2. ظهره يبقى مستقيم ولا يبقى مايل لورا ولا مايل لقدام اللي هو 90 درجة. ومن هنا بطلع حتة السيارة، ان انا لما ببقى راكب في السيارة ما فيش داعي ان انا ابقى فاتح الأدجستر ونايم بظهري لورا، لان انا كده بعمل الام اسفل الظهر، بعمل الام في الرقبة، وبعمل الام في العصعص زي ما قلنا في الاول. يبقى الكرسي يبقى عامل استقامة ان 90 درجة وانا قاعد ظهري مع الفخذ. بعد كده ان الطاولة اللي قدام مني تبقى قريبة مني بحيث ان انا ابقى مريح الرسخ واليد على الطاولة نفسها. بحيث ان انا بستخدم كمبيوتر وماسك الفارة ما تبقاش الرسخ برا الطاولة نفسها، ما تبقاش بعيدة عني، لا ابقى انا مريح الرسخ على نفس الطاولة اللي قدامي هي واليد نفسها. الحاجة اللي انا بتعامل معاها وده حفيد قوي بالنسبة للطلبة واحنا داخلين على المدارس، ان دايما يبقى التعامل ما يبقاش دايما الطفل موطي او اي واحد قدام منه طاولة، لازم يبقى رافع اللي هو بيتعامل معاه على مستوى نظر، عشان ما يبقاش الرقبة دايما فيها شد على الاوتار الخلفية بتاعة الرقبة، يبقى دايما مستوى نظره هو ماشي طبيعي مع الانحناء بتاع الرقبة. طبعا الجلسة دي هتنفذ برضو على لو قاعد قدام أريكة قدام تلفزيون، او اذا كان قاعد في السيارة، او في اي مكان في جلوس على كرسي لفترات طويلة. طبعا ده ازاي اجلس بطريقة صحيحة. طيب ازاي اقلل بقى الاضرار اللي ممكن تبقى موجودة او اتعامل معها؟ اقلل الجلوس قدر المستطاع. طب انا شغلي بيطول وما اقدرش اقلل، يعني ازاي اقلل قدر المستطاع؟ يعني على الاقل كل نص ساعة كل ساعة ابتدي اقوم، حتى لو اروح لنهاية الطاولة وارجع تاني، مجرد ان انا اغير الوضع اللي انا قاعد فيه فهو ده بيعيد اتزان العضلات مرة تانية. يبقى دايما اقلل واعمل تكرار للموضوع ده كل ما الموضوع طول. طبعا الجلسة زي ما احنا قلنا بطريقة صحيحة هتريحه كتير. عدم التعامل مع التليفون وانا جالس، ان انا احط التليفون على الكتف واتني الرقبة على التليفون، ده بيعمل مشاكل كبيرة جدا في الرقبة وفي الكتف نفسه، وبيعمل صداع رهيب بعد كده. طب اتعامل ازاي لو انا تعاملاتي بالتليفون مثلا زي حضرتك زعية او زي اي حد من الكول سنتر، ممكن يتعامل ازاي مع التليفون ما يمسكش التليفون، يبقى عبارة عن سماعات اللي هي بتبقى موجودة على الاذن، ما يمسكش التليفون يحطوه على جانب ودنه. اللي بعد كده الكرسي او الاريكة اللي بقعد عليها زي ما احنا قلنا ما تبقاش زيادة الليونة فيها عالية. لو انا عايز اقعد على الارض ما اقعدش على الارض وانا سايب نفسي كده في الهواء، لازم يبقى فيه سنادة جنبي، يبقى فيه تكاية جنب مني، او انا ساند على الحيطة، ما بقاش انا موجود بدون تكاية او ان انا ساند نفسي على الحائط اللي ورا مني. بكده بالنسبة لنا دي معظم الحاجات اللي هي داخلة في موضوع الجلوس والاوضاع الخاطئة بتاعت الجلوس وكيفية التعامل معها. الموضوع الثاني اللي عايزين نتكلم فيه هو الترقعة، في ترقعة الفقرات وترقعة الظهر والأصابع والرقبة والكتاف والركبة، وبقت فيها دلوقتي موضة العصر، وبقى في ناس يقولك أنا سمكري بني أدمين، وفي اللي يقول العلاج بالكاريوبراكتيك، واللي هي جلسة ولا اتنين وكل أوجاعك تروح والكلام منه. حبيت أجيب الموضوع من أساسه بالنسبة لترقعة الفقرات ويعني إيه كاريوبراكتيك أدجاستمنت الحقيقية. طبعا الموضوع ده في الأونة الأخيرة بقى منتشر قوي كعلاج لآلام العمود الفقري والمفاصل، ومع انتشاره بقت في ناس مؤيدة وشايفة أن ده طب معجزات، وناس تانية متعارضة مع الكلام ده وبتقول ده وهم وطبيعي. طب خلينا نعرف القصة كلها على بعضها عشان نبقى عارفين يعني ايه الكاريوبراكتيك ادجستمنت او ترقعة الفقرات. الكلام ده كان في الولايات المتحدة من سنة 1896، دي في احد الولايات
كان في عامل بتاع صيانة اسمه هيرفي، والعامل ده شال حاجة تقيلة فحصلت ترقعة في رقبته وورم في الحتة اللي ترقعت فيها الجنب بتاع الرقبة، وابتدى مستوى السمع بتاعه يقل شيء في شيء. الكلام ده قعد يلف بيه عشان يعالجه أو يرتاح منه، وهو ألم مزمن قعد 17 سنة بالألم ده، لغاية ما جه عالم أمريكي اسمه دانيال بالمر. دانيال بالمر ده معالج بالمجال المغناطيسي، وكان بيسمي نفسه معالج روحاني وبيعمل يوجا والكلام من ده، وراح له هارفي للعالم ده. فبالمر ابتدى يجرب معاه طرق كتيرة للعلاج عشان يقلل الألام اللي كانت موجودة في الرقبة اللي هي بتاعت هارفي دي، وفي الآخر خالص اهتدى الحاجة اللي هي السيرفايكال مانيبيليشن، اللي هو عملية تحريك للفقرات بتاعت الرقبة، ابتدى يحرك الفقرات بتاعت الرقبة. ففجأة الألام اللي كانت عند هيرفي اختفت، وابتدى يتحسن عنده حاسة السمع. دكتور أشرف، حنعرف حنسأل أكيد إيش السبب اللي خلى هذا الموضوع يحصل، لكن بعد الفاصل، وخليكم على السمع. مكملين معكم وبرنامج طبابة ألف، وضيفنا اليوم الدكتور أشرف، وبنتكلم عن عادات وآب، يعني نقول تصرفات وطريقة جلسة. الصراحة دكتور أشرف كثير يتشعب في الأمور عشان يوصل لكم الفكرة واضحة، فيعني حرام نحدد اسم الحلقة، إنه إحنا نتعرف على أشياء خطأ مرة كثير إحنا بنسويها تأثيرها جدا سلبي على عظامنا وعضلاتنا، وممكن يكون التأثير دائم. شكرا. وممكن يكون التأثير هذا دائم وممكن يكون معالج. نكمل دكتور أشرف. فكنا وصلنا لموضوع دانيال بالمر والعامل هيرفي وطريقة اكتشاف ترقعة الفقرات وبداية علم الكاريوكاتي. فهو بعد كده قال ان هيربي، قلنا لما ابتدى يعمله تحريك للفقرات ابتدى فجأة يرتاح والسمع عنده ابتدى يتعاود ويبقى كويس. فقال ان اللي حصل، طبعا عايز يحط صيغة علمية للكلام ده، فقال ان اللي حصل لهيربي ده نتيجة للديكمبريشن على السيرفايكال فيرتبري، يعني ان انا قللت الضغط اللي كان موجود على الفقرات، لان كانت الفقرة متحركة فانا رجعتها، وبناء عليه كانت الفقرة دي كانت ضغط على الأعصاب السمعية والأعصاب الشوكية في الرأس. فهو ده التفسير ليه هو ارتاح. طبعا السؤال هنا، قبل ما أقول السؤال، هنا بدأت إنشاء مدرسة الكاريوبراكتيك، ومن بعده ابنه جاء كمل الموضوع. جميل. أساس وجذور اللي هو الفقرات أو اللي فرقعت الفقرات، ابتدت الناس تسأل أو العلماء هل علم ولا لأ، ولكن هو كان برضو يعني يشوبه بعض الخطأ، لأنه قال إن الموضوع كان فيه تحريك للفقرة، وده كلام منطقي وعلمي، إن في حاجة اسمها سبلكتيشن، يعني الفقرة بتبقى خارجة من مكانها شوية، فماشي الجزء ده أوكي. إنما الأعصاب السمعية هو بيقول اتحسنت على أساس إن هو لما رجع الفقرة فصلحت، وده طبعا مش مظبوط، لأن الأعصاب السمعية دي مش من الأعصاب اللي بتطلع في النخاع الشوكي، لا دي في من الأعصاب اللي طالعة من المخ نفسه، فهي ملهاش علاقة باللي حصل ده. عموما الطريقة اللي بقى يمشي عليها بعد كده هو وابنه، اللي هو الميثودولوجي في طريقة التطبيق العملي للموضوع الفرقعة ده هو اللي ذو اهتمام، ان هم كانوا بياخدوا بالضبط زي ما الدكاترة بتعمل، ياخد التاريخ المرضي ويعمل تشخيص الاول، وعلى اساس التشخيص يبتدي يحط برنامج علاجي للموضوع، لان زي ما احنا عارفين سواء كانت الفقرات بتاعت الرقبة او العمود الفقري، ففي تشخيصات كتيرة قوي بدءا من مجرد تقلص العضلات اللي حوالين العمود الفقري، لشد في الأربطة، لخشونة في المفاصل اللي ما بينها، لضيق في القناة بتاعة الفقرات، لنتوق غضروفي، لضغط على الأعصاب، في حاجات كتير قوي. احنا بنشوف الناس كله فرقعة وخلاص، طب هو تشخيصه ايه؟ مش معروف. فهو الحقيقي في الموضوع ده ان لازم يكون في تشخيص انت على اساسه بتبني علاج. واعتبروا ان الكاريوبراكتيك ده نوع زي انواع العلاج الطبيعي بالظبط، هو علاج مكمل للعلاج الاساسي اللي بدأه، سواء كان في الاساس جراح العظام او جراح المخ والاعصاب، وزي ما بنطلب بعد كده سواء كان واحد عنده عرق نسا وعلم اثر الظهر، شد في عضلات الرقبه، ابهر، واتيفر الموضوع،
بنبعت العلاج الطبيعي، مش بنقول له ده حالة خدها، لا بنقول له الحالة دي كذا وتشخيصها عندنا كذا، على أساس هو يحط برنامج علاجي للي أنا قايل له التشخيص ده كده. دخل معاها الكاريوبراكتيك وابتدت دلوقتي بقت فيه شهادات لكاريوبراكتور دي موجودة في أمريكا، ودول الناس اللي احنا بنتكلم إن كلامنا معنهم صحيح. إنما اللي احنا بنشوفه دلوقتي قبل ما اتكلم على دي فرقعت المفاصل، لما واحد بيفرقع صوابعه سواء بايده او رجله ودي بتبقى عاد عنده، وساعات الناس تخوفه من القصه دي، انا ما بخوفش منه، فرقعت الصوابع والرجول اعملها زي ما انت عايز ما فيهاش مشكله. ايه هي بتطلع الفرقعه دي ليه؟ ان 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 موضوع ان في غازات جوه المفصل نفسه، لما بنعمل شد على المفصل ده الغازات دي بتبتدي تتحرك وفي منها ما بيفرقع، فبتدي الاحساس بالترقعه اللي احنا بنشوفها، فدي ما فيهاش مشكله على اي من المفاصل العاديه، ما فيهاش حاجه. دي اللي هي الجاز بابل ريليز، اللي هو يعني ايه، بتطلع النوع من الترقعه داخل المفاصل بتاعه صوابع الايد او الرجل او الركبه طبعا او الكوع واتيفر الموضوع ده، لو ما كانتش بالم يعني بيعمل الترقعه بدون الم فما فيش مشاكل منها، انما ترقعه زي ترقعه الركبه مثلا او ترقعه في الكوع وفي حاجة مرضية تحت منها، لا دي حاجة تانية، بترقعها بدون ألم بتريحك ما فيش بيها مشكلة، عملها ليل ونهار ما بيها مش مشكلة. نيجي بقى للعمود الفقري وموضوع الطقطقة بتاعت العمود الفقري، لا ده ما مش متسابة كده. طب في كلام هيتقال لا دي في ناس بتعملها وترتاح، طيب ماشي اوكي، هي بترتاح ليه؟ طبعا الدراسات الحديثة قالت ان الكلام ده هي بترتاح نتيجة لحاجة اسمه البلاسيبو افكت، يعني اللي هو الوهم بيحس بيه، الترقعه دي بتبقى حاجه بالنسبه له فظيعه وكبيره وحاسس كل حته فيه عماله تطرقع، فده بيديله نوع من الريليف ان اتعمل له حاجه كبيره فده هتريح. الحاجه الثانيه اثبتت ان الترقعه دي بتطلع حاجه اسمها الاندورفين، وده المخدر الطبيعي موجود في الجسم عندنا، فلما بيطلع الاندورفين ده بيقلل الالم، ونفس برضو الترقعه دي بتعمل نوع من الريلاكسيشن للعضلات او ارتخاء في العضلات، فالمريض ساعتها بيحس بالراحه، بس ده احساس مؤقت ما هوش علاج جذري نعتمد عليه نقول له روح اعمل طقطقه وخلصنا على كده، لا هو ارتاح ساعه ما اتعملت له الكلام ده وبعد كده الموضوع بيرجع تاني. طب يتعامل ازاي؟ يتعامل زي ما قلنا مع البرنامج، يعني انا بقول له ان رقبتي تعباني بيعمل الطقطقه دي على الرقبه بس، انما ما يعملش الرقبه والكتف ويقول لك كامل الجسم من فوق لتحت والكلام من ده، ما هوش الحاجات الصحيحه. طب ليه احنا يعني القصه دي حطيتها من ضمن العادات الخاطئه؟ لان لها مضاعفات ومضاعفات دي دوكيومنتد، يعني دلوقتي بقت مسجله عالميا في القصه دي، في ناس جات لها كسور في الفقرات، وفي ناس جالها شلل رباعي نتيجة دخول الفقرات دي، بيحصل خلع في الفقرة وبتخش على النخاع الشوكي من جوه، وأحيانا لا قدر الله في حالات بقت دوكيومنتد بوفاة بعد المواضيع دي، دي مسجلة في أمريكا لعارضة أزياء والكلام منه. فهنا إحنا بنقول خلي بالنا عشان ما يقولش الدكتور مانع موضوع الترقعة، لا أنا حكيت القصة كلها بالكامل، يعني بدأت منين ومشت إزاي، بس إحنا يعني معممين الموضوع بحيث ان معتبرين ان الكلام ده شيء ما حصلش وبيصلح اي شيء، لا هو زي ما انا قلت لازم يبقى مقنن، انا بتكلم على العمود الفقري لازم يبقى مقنن ويتعالج الجزء اللي بعد تشخيصه من الدكتور المتخصص. ده بالنسبه لموضوع الترقعه الفقرات. بعد كده من الاخطاء اللي هنخش نتكلم عليها النوم، النوم وطريقة النوم الخاطئة. ايه هو وضع النوم الخاطئ تماما؟ هو النوم على البطن، وده اللي مش مستحب تماما، دايما نحاول نبعد عن موضوع النوم على البطن، لانه في بعيدا عن في تخصصات كتير النوم على البطن ده بيعمل اخطاء، انا بتكلم على بالنسبة للعظام، فهو بيأثر على الرقبة، بيأثر على اسفل الظهر، بيأثر على الأكتاف اللي موجودة، وممكن بيعمل صداع ما بعد النوم وتيبس الرقبة مع أول ما المريض بيصحى من النوم، أو العادي مش المريض
نام نومه خطأ بيوم الصبح بيبقى رقبته مشدودة وعنده صداع. طيب النوم ازاي يبقى نوم صحي؟ اولا قبل ما اقول ازاي نعالج اللي حصل له، النوم الصحي اولا بيبدأ من مخدة مظبوط، مرتبة مظبوطة، نومة صح. المخدة في ناس تقول لك طب انا اخد المخدة عالية ولا واطية؟ انا بحب ارفع باخد بحط مخدتين فوق بعض، خصوصا لو انا قاعد بقرا حاجة قبل ما انام، لو انا قاعد على موبايل قبل ما انام فانا بحط مخدتين ورا ظهري وبنام وبقوم عليهم الصبح نايم كده. او ان انا بحب انام من غير مخدة خالص، في ناس بيناموا على الكاوتش خالص من غير مخدة يقول لك هو ده اللي بيريحني. ولا الاولانية صح ولا الثانية صح. النوم المخدة المثالية هي المسافة ما بين لو انا نمت على جنبي ومخلي رئتي مع استقامة العمود الفقري، يبقى المسافة ما بين دماغي ونهاية الكتف اللي أنا نايم عليه هي دي المسافة كم سنتي، هو ده اللي حيملى الفراغ سواء كنت نايم على ظهري أو نايم على جنبي، وهي دي المخدة المناسبة بتاعتي. استقامة يعني في النوم. نستأذنك دكتور أشرف، حنطلع فاصل. توصلكم معنا 012-616-1100، رسائلكم 055-66-89-01. معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظام iOS، ادخل على متجر أبل أو أبل ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم. معك جهاز نظام أندرويد، ادخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق. فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم. سناب شات على ألف ألف أف أم لايف. الحلقة حتكون كاملة موجودة على قناة ألف ألف أف أم على منصة اليوتيوب. للي ما سمعها من الأول حاب يحتفظ فيها، حاب يرسلها لأحد يستفيد منها. هل لو حلينا مشكلة الجلوس تحلت كل المشاكل؟ لا. النوم لا، الجلسة لا، يعني عفوا الوقفة برضو لا. ويمكن حتى السؤال اللي سألته وفاء اللي حنروح له برضو من الأخطاء، الواحد يحس بنفسه كده عضل، يحس طريقة شيل الأغراض الثقيلة تختلف من شخص لآخر، والمفروض تكون بطريقة صحيحة في الأول والأخير. كل دي الأشياء متكاملة عشان نكون في صحة جيدة ويكون عظامنا وعضلاتنا في المكان الصحيح بالطريقة الصحيحة. هنطلع فاصل، خليكم على السماء. وصلنا لآخر فقراتنا اليوم في برنامج طبابة ألف، وإحنا كثير بنتكلم في أمور حقيقة مس يومنا، يعني كثير الحلقة اليوم أنا أعتبرها كثير وقائية دكتور. أيوه بالضبط. أنا كمل موضوع النوم، قلنا ثلاث حاجات، المخدة وقلنا مواصفاتها اللي هي الوسادة يعني، وبعدين المرتبة اللي بننام عليها. المرتبة أهم حاجة إن ما يبقاش فيها ليونة زايدة، يعني ما يبقاش السن بتاعها الليونة طوله عالية قوي بتاخد الشخص اللي نايم عليها وبتعمل تقوس في العمود الفقري. يستحسن ان تبقى المرتبة دي بتبقى مشدودة، حتى لو كانت سفن ما تبقاش فيها ليونة عالية، او تكون من القطن، دي بتبقى صحيا للعمود الفقري احسن. ده بالنسبة للمرتبة. اللي بعد كده النومة، قلنا الاسوأ طريقة وضع نوم هو النوم على البطن. الحاجة التانية النوم على الظهر واليدين وراء الراس أو وراء الرقبة، برضو من الأوضاع اللي بتأذي الكتف لما بيصحى الصبح أو بتأذي الرقبة. طب إيه هي الوضع الصحيح للنوم؟ يا إما ننام على الظهر، يا إما ننام على أحد الجانبين. ولما بنام على أحد الجانبين بحط مخدة أو سادة ما بين الركبتين، ده بيوازن الفقرات بتاعة العمود الفقري وبيريح الركبتين، خصوصا للناس اللي عندها خشونة في الركبة. الوضع ده بيبقى مريح لما احط المخدة ما بين الركبتين. الناس اللي معاها عرق نسا او عندها شد في العضلات اللي حوالين العمود الفقري، تاني الركبة وانا نايم على جنبي يريح الشد اللي موجود في الاعصاب وفي العضلات، يعني بدل ما ابقى نايم على الجنب وفارد رجلي ببقى نايم على جنب وتاني ركبتيني. طب انا نايم على ظهري وعايز اتني ركبتيني، احط تحت الركبتين مخدة بالعرض، يوم ابقى الركبتين متنيين، يوم ده يريح الظهر من ورا. دي بالنسبة للأوضاع الصحيحة
في النوم للأشياء اللي خلينا نقول إحنا كلنا بنسويها خلال اليوم. أيوة. يعني هذه المشتركة بيننا حمل الثقيل وحمل الخفيف. بس عشان كمان نجاوب على الأخت وفاء بالضبط. بيختلف من شخص لآخر. أوقات نقول بنختصر بنفتح شنطة السيارة دكتور بنقول خلينا نشيل يعني المسافة بسيطة خلينا نشيل كل حاجة مرة واحدة. ليه بنحس الألم تاني يوم؟ طبعا هو القصة دلوقتي أولا خلينا أقول إزاي أشيل حاجة تقيلة. حاجتين مهمين أوي. الحاجة الأولانية لما أرفع حاجة من الأرض أو أدف حاجة تقيلة أتني الركبتين عشان تبقى السوستة على الركبة ما تبقاش السوستة على أسفل بقى. جميل. أنا ما بشيل حاجة من الأرض برفعها وتكون تقيلة وأبقى فارد الركبتين يبقى الضغط كله على العضلات الخلفية بتاعت الضغط. إنما لما بتني الركبة بيبقى فيه مساعدة من الركبة عاملة سوستة ما تعملش ما تأذليش الضغط. دي حاجة. لما بشيل أغراض أقسمها لجزئين الوزن يبقى موزع على الجهتين اليمين واليسار بحيث ان تبقى الثقل يبقى موزع على العمود الفقري ما يبقاش لاوح العمود الفقري الاتجاه يعمل تقلص في العضلات اللي موجوده. كون ان ليه بحس بالالم بعد كده لان طبعا اجهاد العضل والشد العضلي نفسه بيجمع حمض لاكتيك اسيد والكلام ده وبيقعد لفترات طويله على بال ما الجسم يغسله الى جانب الشد على الاوتار والشد على العضلات للاكثر من المسموح به عشان ترجع تاني بتبقى محتاجه تشفى زي بتاعه لعيبه الكوره لما بيبقى لاعب ماتش ولا حاجه. فدي ممكن تاخد لها يوم ويومين بعد الاجهاد اللي ممكن انت ضغطت وعملت ستريس على العضلات دي. ده بالنسبه لازاي اشيل وازاي اتعامل مع الأوزان. بعد كده لو جينا نتكلم تاني عن حاجات خاطئة بتحصل معانا الأدوية واستخدام الأدوية من تلقاء نفسنا. دايما أنا هتكلم على الجزء طبعا هو في كل حاجة إنما أنا هتكلم على الجزء بتاع العظام وده اللي عليه السبوت العالي قوي لأن هو اللي فيه مسكنات كتير لأن معظم العلاجات بتاعة العظم بيبقى داخلها مسكنات. صحيح كلمة مسكنات عامة اللي ممكن يقولها صيدلي أو الناس عموما دي كلمة خاطئة لأن المسكن اللي هو عام لكل حاجة الباراسيتامول لو أنا بتكلم في إنفلونزا في طمس في الكلام ده اسمه مسكن عام اللي هو الباراسيتامول ده أسامي علمية على فكرة. صحيح. إنما لما أنا باجي أتكلم على أي حاجة دكتور العظام بيكتبها أو دكتور الروماتيزم فدي كل لأنها كل الأمراض بتاعتنا فيها ألم فكل اللي بتعالج داخلها مسكن. يعني انا اقول ده مرخي عضلات ومسكن بيبقى معاه كلوروزازون ومعاه مثلا باراسيتامول يبقى مادتين ماده لترخيه العضلات وماده للالم بيبقى مضاد التهاب ومسكن يبقى مقوي عصب ومسكن وهكذا. انما ما يطلقش كده بالعامه ان ده بياخد مسكنات ومع ان لو بيكتبها طبيب هو عارف بيكتبها وفترتها قد ايه وتاثيرها على الكلى والكبد قد ايه لانها كلها بجرعات. لان خليني بس عشان اقولها بسرعه ما تفوتش المعلومه دي ان تاثر الكلى والناس اللي بتغسل كلى دي دراسه مش كلام نصهم يعني لو 100 واحد بيغسل كلى 50% دول بيبقى بسبب اخذوا الادويه مش مظبوط واكثرهم المسكنات ومضاد الحيوي. فيبقى انا لما بتكلم كده انا بقول الكلام ده انا مش بخوف الناس بس بقول له قنن الادويه خلي اللي يكتب لك الأدوية الدكتور ما تروحش تاخد دواء بتاع قريبك أنا فلانة ارتحت على ركبتها بالدواء ده فأنا باخد معاها الدواء ده وتاخد الفترة العلاجية بتاعت الدواء تبقى الدكتور عارفها وانت تبقى فاهم حتى لو طولت أو أثرت هو عارف بيعمل إيه وبيتعامل مع وظائف الكلى والكبد مع الدواء انت اصلا ما تتاثرش. انما لو انت خدته من اتجاه نفسك انا ده فلان خد الدواء ده فارتحت انا خدته دي الكارثه السوداء وهو ده اللي احنا مش عايزين نعمله. دايما يبقى عندنا ثقافه كل انسان له الدواء بتاعه زي كل انسان له اللبس بتاعه. اللبس بتاعك ما ينفعش لغيرك بناء عليه علاجك حتى لو كان عندك نفس الاعراض ممكن ما تبقاش نفس التشخيص وممكن لو انت نفس التشخيص ما يبقاش نفس الجرعات تناسبك زي ما بتناسب زي. يعني نمط الحياة والحياة اليومية وتصرفاتنا وتعاملنا مع جسمنا يمكن أنا بس يعني دكتور أشرف ما قصر لكن برضو ناخد رأيه بين الهوس وبين الاعتدال
أو 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 تجاهل الأمر تماما في إنه الشخص يعمل التحاليل. هنا ما حيروح لطبيب عظام حيعمل تحاليل حتبين أشياء مرة كثير، صح دكتور ولا لا؟ بالضبط. وبعدين هل إحنا يعني مع الفكرة وقديش ممكن تكون كل قديش؟ هو الطبيعي أو الشيء اللي عايز يرتاح كل ست شهور. كل ست شهور يبتدي يعمل تحاليل بسيطة، وهي حاجات عامة يعني وظائف كلى، وظائف كبد، سوء الدم، السكر. يعني ما شاء الله المستشفيات بتقدم باقات صراحة ومتكاملة. بالزبط. كلها تقريبا بالضبط. يعني لو عملها كل ست شهور هتبقى الموضوع بالنسبة له سهل وبسيط وبتطمن على نفسه. إلى جانب زي ما انت قلت اللايف ستايل، الناس كلها بتتكلم في الكلام مشكلة السمنة، والناس كلها مشكلتها من السمنة. لو ده بصيت في العظام هتلاقي ان السمنة بتأثر على الفقرات وبتأثر على العمود الفقري وبتأدي لترهل العضلي حتى في الأطفال، بتعمل لهم تشوهات في القوام. فالسمنة مرض العصر، وكلها عبارة عن ازاي نعالج السمنة. الاكتئاب اللي بيجيني بيخليني اكل زيادة، بيخليني اقعد ما اعملش رياضة، فالموضوع بيزيد. انما انا فهمت بايدي انا اعمل زي ما انا برضو بقى بشوف كل ست شهور اروح اشيك على نفسي، ابقى دايما بشوف البي ام اي بتاعي اللي هو معدل كتلة الجسم الطبيعي بتاعي، خلينا كلنا نعرف نحسبه بمنتهى السهولة. اعمل بسط ومقام، احط فوق الوزن بالكيلو، يعني انا وزني 70 كيلو جرام يبقى بحط 70 فوق، وبعدين تحت بحط الطول في نفسه. انا طولي مثلا 168 احطها بالمتر، حلو. يبقى عبارة عن 1.68، يعني 1.68 من 100 أضربها في 1.68%. الرقم اللي هيطلع لي من المعادلة دي هو الرقم الآتي، من 20 ل 25 يعني لو طلع من 20 ل 25 ده بيسموه وزن مثالي، انت زي الفل. من 25 ل 30 بقيت أوفر ويت، يعني انت أعلى، خد بالك تنزل شوية اللي انت طلعتهم دول عشان توصل للوزن المثالي وتبقى مرتاح. لو طلعت فوق الـ30 فانت ابتديت السمنة، من 30 ل 35 فدي سمنة. للأمانة الأدوات وزارة الصحة يعني اللي موجودة في موقع وزارة الصحة في كل مكان، حتى صارت بتعطي الشريط هذا من الأحمر للأخضر، وبتعطي العلامة فين، وبتدي شرح كامل تحتها. فلا تقصروا مع نفسكم من أنه فعلا تكونوا مطلعين دائما على وضعكم الصحي لتفادي لوقاية ولعلاج. وكمان التشخيص المبكر دائما بالنادي به أنه بيحل كثير من المشاكل، إن شاء الله يا ربي يسلم الجميع. شكرا دكتور أشرف. دكتور أشرف القاضي يعني حقيقي من أفضل استشاريين جراحة العظام، اللي أمانة يعطينا الزبدة، زبدة الكلام واضحة جدا وصريحة، وطريقة الوقاية وكل واحد يحس كده أنه عنده ألف سؤال، لكن تلاقيه تسيبه يتكلم تحس أنه إيش هو بيجاوب على الأسئلة، لأنه خلاص بيتعرض لها حتى طول اليوم. شكرا لحسن السماع، تكلمنا اليوم عن عادات وأوضاع خاطئة بتعرضنا لمشاكل صحية من ناحية العظام والعضلات، وأكيد كمان بتكون تابعة لمشاكل أخرى أو بتتبعها مشاكل أخرى. على أمل يتجدد لقائي فيكم بكرة بإذن الله، أتمنى الشفاء للجميع. حتكون حلقتنا بإذن الله تيمبو، لا تنسوا الساعة 10 الصباح. شكرا فهد، كنت معكم نهى سعدي في أمل الكريم، وانتبهوا لبعض.
ألبوم.